لو شعرك بدأ يبيض يظهر فيه شيب سواء قبل الـ30 أو قبل الـ50، هقول لكم على أفضل حلول سريعة وسهلة ومنجزة واقتصادية لو احنا عايزين نغطي الشيب سواء بلون أسود سواء بألوان تكون بديلة للصبغات المضرة المدمرة زي مثلا الأحمر زي درجات البنيات. بدل ما نلف كتير ونجرب كتير ونبوظ شعرنا ونخسر، أنا هقول لكم الآخر إيه اللي يناسبكم حسب اللي انتوا عايزينه. هنتكلم عن مقارنة بين أنواع الحنة، إيه الأفضل وإيه الأسوأ، وهنتكلم كمان عن أنواع الصبغات الآمنة، إيه الأفضل وإيه الأسوأ. في ناس بيظهر عندها شيب تبقى عايزة تخلي شعرها أسود، أنا مش عايزة ألوان، سواء رجالة أو سيدات. لو أنا عايزة أعمل كده، إيه الحلول اللي أعملها؟ أول حاجة عندي في صبغة في شكل زيت اسمها فازمول. اسمها إيه؟ اسمها فازمول، بتتباع عادي في المحلات وعلى الجروبات الأونلاين وكده، وسعرها مش عالي. دي فكرتها ان هي بتدي لون اسود فقط، ما بتدينيش الوان خالص، وان هي فيها خلاصات عشبيه وزيوت فمش بتنشف الشعر ولا بتسبب اي جفاف او تقصف، يعني تجربه ناس كتير جدا انا عارفاهم، وبتطري الشعرايه فما فيش منها ضرر، واستخدامها بيكون سريع جدا لان هي في شكل زيت. هسيب لكم طريقه الاستخدام بتاعها على الشاشه. بنغسل شعرنا بشامبو وبنحط من الزيت ده على الشعر وبنسيبه نص ساعه، وبعد كده بنغسل شعرنا ببلسم. مشكلتها بس ان هي فيها ماده اسمها البي بي دي. البي بي دي موجوده في انواع كتير جدا، اغلب يعني انواع الصبغات، فلازم في بعض الناس بتتحسس منها، فلازم اعمل اختبار حساسيه من الزيت ده ان انا احطه على مثلا اي مكان تاني واسيبه 48 ساعه. ما حصلش تحسس اقدر ان انا استخدمها عادي، ده اجراء وقائي. هتلاقوه اي صبغه او اي حنه فيها البي بي دي دوت بيبقى مكتوب عليه ان هو لازم نعمل اختبار حساسيه الاول. فده اول حاجه معايا لو انا عايزه اللون الاسود. طيب لو انا عايزه اعمل اسود او اعمل الوان، اعمل اسود او اعمل الوان، في صبغه كويسه جدا اسمها ريتش كريم. ريتش كريم ده برضو نوع هندي، ولكن هي مش بتشتغل غير على الشعر الابيض، يعني اللي شعره عايز يضيع الابيض بس ويحتفظ بباقي اللون، يعني اخلي الابيض اسود او اخلي الابيض بني او اخلي الابيض على نبيتي او اللون اللي هو اسمه برغندي ده، يبقى ساعتها استخدم دي. دي برضو فيها خلصات طبيعيه وفيها نسبه زيوت، مش بتنشف ولا بتقصف ولا بتعمل اي حاجة. طريقة استخدامها سهلة، ان انا بغسل شعري برضو بشامبو وبعد كده بطبقها على الشعر وبسيبها لمدة ساعتين، وبعد كده بغسل شعري بالبلسم. لو الشعر مثلا في حدود الكاريه كده اللي هو لحد اخر الرقبة ممكن استهلك كيس، لو الشعر اطول ممكن احتاج كيسين حسب كثافة وتقل الشعر. في منها الوان اسود بني واللون اللي هو البرغندي. ليه هي مش بتصبغ غير الشعر الابيض؟ لان نسب المواد اللي فيها اللي هي زي البي بي دي ضعيفة جدا، قليلة قوي، فمش بتشتغل غير على الشعر الابيض، وعشان كده هي مش بتسبب تلف او جفاف، ولكن برضو لازم نعمل بيها اختبار حساسية زي ما قلنا، نحطها على اي جزء في مثلا الرقبة من ورا او اي حاجة وبنستنى عليها شوية، لان ما حصلش تحسس نبدأ ان احنا نستخدمها عادي خالص. في عندي بقى الاوبشن بعد كده اللي هو الحنة اللي بتتباع في الصيدلية اللي بيبقى سعرها بسيط. هي ما بتبقاش حنة، هي بتبقى صبغة عادي زي جلوري او زي فاتيكا او زي نوع برضو من شركة ايفا. دي بيبقى برضو فيها مادة البي بي دي بتعتمد عليها كملون للشعر، وميزتها ان هي بيبقى بتدي لون، يعني بتدي لون اسود بتدي لون بني، في منها درجات الوان، ولكن لازم يتعمل لها اختبار حساسيه. بالنسبه بقى للحنه بتاعت ايفا، فدي بصراحه انا من تجارب كتير هي مش بتدي لون اصلا، يعني هي تعتبر حنه مغذيه. فلو عايزين حاجه فيها لون نختار حنه جلوري او حنه فاتيكا، ولكن خليكم عارفين ان هي بتنشف الشعر شويه، فبتحتاجوا ان انتوا بعدها تهتموا بالشعر بقى، تعملوا حمامات كريم، حمام زيت، حاجات من كده. يعني الانواع اللي انا ذكرتها الاول اللي هي بتعتمد على البي بي دي زي الريتش كريم والفازمول بتبقى بتطر الشعر، مش بتدي تاثير التقصف او الهيشان اللي بتديه فاتيكا وجلوري. في بقى انواع حنه بيبقى متضاف لها لون، يعني هي بتدي لون احمر كده او على نبيتي وبتغطي الشيب باللون ده وبتدي للون الاسود ضي، ممتازه جدا برده. في نوع زي بريم دولهان وفي نوع زي ليجن، ودي فكرتها ان انت تاخدي مثلا 3 معالق كبيره، لو الشعر كثافته يعني قصير مثلا وكثافته عاليه ممكن 3 معالق كبيره او حوالي قرب نص كيس مثلا او تلت كيس يكفيكي. لو الشعر طويل وكثيف ممكن تاخدي الكيس كله، بتضيفي عليها ميه مغليه عليها مثلا معلقتين قهوه، وبتبداي ان انت تسيبيها تتخمر
لحد اقصى 12 ساعه، وبتتساب طبعا في التلاجة، وبعد كده بتطلعيها تكوني غاسله شعرك بشامبو، وبعد كده بتطبقيها على الشعر وبتسيبيها بحد اقصى من 3 ل 4 ساعات، وبعد كده بتغسلي شعرك بنوع بلسم انت بتفضليه. دي بتقعد اللون بتاعها في الشعر مش اقل من شهرين لثلاثه، بس طبعا الشعر الابيض الجديد بقى اللي بيطلع بيحتاج ان انت تعيدي عليه، ده اوبشن موجود. بالنسبه بقى لانواع الحنه المغذيه للشعر، فانا بحب اتنين، بحب حنه خمس خمسات وبحب حنه نبار. دي بقى احنا ممكن بقى نقعد نضيف لها الحاجات اللي هي بتعمل لون، اللي هي بقى زي الاضافات زي الكاكاو، ناس بتضيف شاي، ناس بتضيف البن، ناس بتضيف كركم، ناس بتضيف بابونج، الحاجات دي كلها، ولكن طبعا اللون بيبقى ضعيف ثباته وما بيقعدش. محتاجه بقى ان انت تكرري الحنه مثلا كل 3 اسابيع لحد ما تبداي تشوفي لون، يعني هي مش بتدي لون، هي لازم تحطي معاها اضافات طبيعيه ملونه، وطريقه تحضيرها نفس طريقه تحضير الحنه اللي انا ذكرتها قبل كده. بالنسبه بقى لانواع الصبغه، في نوع صبغه انا بحبه وبرشحه دايما اللي هو صبغه فايتو. صبغه فايتو بحبها لان هي ما فيهاش امونيا ولا فيها بديل الامونيا، وبتغطي الشيب ومش بتضر الشعر نهائيا، يعني لو عمل الجفاف في الشعر هيبقى بنسبة لا تتعدى 10%، اللي هو نفس الجفاف اللي بيعمله الفرد بالحرارة مثلا لما بنعمله. عملتي ماسك حمام كريم ظبطتي، بتلاقي التلف ده راح، بس مشكلتها ان لونها بينزل، يعني اللون اللي هي بتديه بينزل من شهرين لثلاثة بس كده، مش حاجة ثابتة لازم تقعدي تكرريها، طبعا سعرها مش رخيص. بعد كده بقى في انواع صبغة اللي هي بتكون خالية من الامونيا. فكرة الصبغات اللي خالية من الامونيا وخالية من البي بي دي، خلي بالكم ان في حاجات كتير بيتكتب عليها خاليه من الامونيا بس هيبقى فيها بي بي دي زي الحاجات اللي احنا ذكرناها في الاول. لا، انا بتكلم على الصبغات خاليه من الامونيا وخاليه من البي بي دي. الصبغات دي بتعتمد على ماده اسمها الايثانولامين، ده بديل للامونيا. هل الصبغات اللي بتبقى خاليه من الامونيا والبي بي دي مش بتنشف الشعر او بتعمل تلف او تقصف؟ انا يعني من تجربتي الشخصيه لا، هي بتعمل نسبه تلف طبعا وبتعمل نسبه تقصف، بس مش بتوصل زي الحاجات اللي بتعتمد على الامونيا، يعني اقل بنسبه 50 ل 60 في المية. لكن بتحتاجي بعدها تعملي عناية خاصة للشعر المسبوغ ومسكات وكده عشان ترجع الشعر ان هو ايه التلف اللي فيه يبدأ ان هو يروح. في انواع بقى زي ريفولون مثلا، في انواع زي شوارزاكوف مثلا، في يعني كذا نوع انا هسيبه لكم على الشاشة. الانواع دي بتبقى صبغة ثابتة الى حد ما في الشعر، بتقعد مدة اطول وبتسبب تلف اقل من الصبغات اللي بتعتمد على الامونيا، وبيبقى طبعا تغطيتها للشعر كويسة جدا، وبتبقى بقى في رنج الوان كتير قوي بقى، اشقارات، احمرات، بنيات. الرنجات دي بقى مثل الصبغات دي فعلا، ان هي مش مجرد درجتين محدودين او ثلاثه، لا انت عندك رنج كبير جدا. هسيب لكم صورهم على الشاشه وبس كده. اتمنى يكون الفيديو افادكم واداكم كل البدائل اللي تقدروا تعتمدوا عليها عشان تغطوا الشيء. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.